الحالة اللي جايه احمد الغندور ومعاه حكم الفار محمد الشناوي. كابتن هانيه بقى، دي الحاله التعليميه اللي عاوزين نعلمها للعيبه والاجهزه الفنيه، وعايزك تعيش معايا، بس اللعبه دي مهمه جدا. احنا نجيب ثلاث العاب بس نشوف. هنا تم احتساب هدف لاحمد ياسر ريان، سيراميكا. نشوف احمد الغندور حسب الهدف، وده بقى ميزه الفار لما يكون الفار مركز. نشوف هنا اللعبه هنا بتتلعب، الغندور بياخد التمركز هنا وبيلف وبعدين بتتلعب تاني. يلا نشوف هنا راحت، هنا راحت ياسر ريان وحط الكره جون، هو حسب هدف، الغندور حسب هدف. طب ايه اللي حصل؟ انا شايفه لغايه دلوقتي هدف صحيح. شوف بقى، يعني انا لغايه دلوقتي شايف حد، برافو عليك. وانا كنت زيك كده، كنت زيك كده، والحكم الغندور في الملعب شافها كده. ولكن تعالى بقى نشوف يا كابتن هنا تدخل الفار، هل تدخل الفار في هذه الحاله يا كابتن صحيح ولا مش صحيح؟ نشوف هنا، قلنا ما فيش اي هدف بيجي كابتن هاني بيتم مراجعته من الفار، بيتم مراجعته منين؟ للفار. يبقى الهدف ما يبقاش فيه هدف وفي تسبقه مخالفه، ما يبقاش فيه هدف وتسبقه ايه؟ طبعا مخالفه، لمسه الكره بالايد او عرقله او كده. هو هنا قبل ما يستأنف الهدف، هو حسب هدف خلاص، هنا الفار بيشيك. خلي بالك، وكل اللي موجود في الملعب مقتنع انه هدف، مقتنع تماما. يعني اعترض عليه. بص هنا احمد الغندور بقول له يا احمد انت النهارده عملت ماتش، بس بلاش يا احمد التكشيره دي، بلاش يا احمد، انت حبيبي وزي محمد وزي اسلام. وانا كلمت احمد على فكره، قلت له بلاش، يعني انت حكم كويس، مفيش داعي فهو هنا بص، هو يعني بص، هو هنا الفار بيكلمه. اوكي معلش سامحوني بس يا جماعه، اللعبه دي مهمه جدا جدا. محمد الشناوي حكم الفار وحكم منطقه بورسعيد، هنا بيقول له لا خلي بالك هنا في مخالفه قبل تسجيل الهدف. بنشوف احمد الغندوري هنا، وهوريك هنا راح هنا بقى، لازم بده ان هو يروح يشوف بقى، يعني هو حسب الهدف. الفار بلغه ان في مخالفه، قال له تعالى قبل ما يستأنف. قبل ما يستأنف، لان هو لو استأنف يا كابتن هاني شكرا، يعني دلوقتي لو خلاص صفر، لو صفر واستأنف ركله البدايه الموضوع انتهى، ما يقدرش يرجع للفار. هنا الفار بيقول له ما تبداش الا لما تجي لي بقى وانت تشوف الحاله دي، انت مقتنع ولا مش مقتنع. نروح بقى لحاله الفار، معلش نشوف هنا. لا معلش، سامحني نرجع تاني عشان الكابتن هاني يشوف لقطه الفار نفسها. الفار جاب له ايه؟ بص يا كابتن، هذا اللاعب لاعب سيراميكا، بص هنا الايد الشمال، الايد الشمال اللي هي هنا عملت ايه يا كابتن؟ خلاص هي اتحركت ناحيه الكوره طبعا. اذا هنا في عندنا حاجه مهمه جدا جدا، لو ايد اللاعب دي في وضع طبيعي، في وضع طبيعي مش بالشكل دوت، وراحت لزميله، يعني هي جت في ايديه بس الايد في وضع طبيعي، وراحت لاحمد ياسر ريان وجاب جون، انت معايا يا كابتن؟ اولا احمد ياسر ريان ما يقدرش يجيب جون مره واحده لو سند الكره بايدي، حتى لو كانت لمسه اليد جت عن غير عمد، يعني هنا رمزي انت قدام الجون فالكره جات لك فخبطت في ايديك، ايدك طبيعيه غصب عني فنزلت، رحت انت شايط جبت جون. ما ينفعش تجيب جون من هذه الحاله، حتى لو غصب عني، حتى لو مش متعمده. مظبوط. هنا احمد محمد الشناوي جاب له، قال له تعالى لا دي الايد هنا مش طبيعيه، ايد زميله مش طبيعيه، هنا الايد فيها حركه اضافيه اللي هي عملت الكره كده، وبالتالي هنا في مخالفه لمس الكره بالايد، وبالتالي الغندور لا يكابر، وده التحكيم. انا هنا الفار وظيفتي اقول لك وانت تصحح، رجع لغى الهدف والمباراه ما فيش اي مشكله خالص ومحدش اعترض، دي الحاله كانت ايجابيه من الفار. احمد الغندور خد القرار وما كبرش، ومحمد الشناوي بحييه اللي هو حكم الفار ايضا كان عنده حق في لما استدعى. طيب الغندور. احنا بنستغل دوت ونخلص على اي حاجه ايجابيه عشان تدي امل كمان، يعني احنا طبعا وقتنا للاسف خلص، لكن بالحاله التعليميه ديت الحقيقه يعني احنا بنشكرك جدا. انا عن نفسي ما كنتش شايف الحاله، وزي ما انت بتقول يا كابتن هي حاله تحكيميه تعليميه، والناس اللي بتتفرج علينا والحكام اللي بيتفرجوا علينا لازم يكون في استفاده من هذه الحالات يعني.